أحيي جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق على تقديمها النشيد الوطني اللبناني عزفاً وإنشاداً، وعلى مرافقتها حفل التخرج بمقطوعتين تقدمان تباعاً. راعي الجامعة الأنطونية قدس الأب العام الأباتي مارون أبو جودة، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلخ، نواب الرئيس، العمداء، أعضاء مجلس الجامعة، طالبات وطلاب الأنطونية، ننظر إلى العام الذي انقضى وكأنه ومضة عين، مع كل ما اتشحت به أيامه من السواد واللا استقرار. ننظر إلى العام الذي انقضى وكأنه مسلسل بطيء من الهموم والأسى، ولكن إن نظرنا إليه من أعينكم أنتم طلاب وطالبات الجامعة الأنطونية الأبطال، نراه قد أصبح وراءنا. نعم، إن الجامعة الأنطونية أبت إلا أن يأتي هذا اليوم، يوم الفرح بالخروج إلى الدنيا والإبحار إلى شواطئها، وأبت إلا أن تحييه معكم ومع أوليائكم وأحبائكم ولو من وراء الشاشة الصغيرة التي أصبحنا روادها وقاطنيها، فكانت خشبة الخلاص، خلاص العام الدراسي وعدم خسارته. فالجامعة الأنطونية نجحت اليوم بتحدي الصعاب من خلال زرع بسمة انتصار على ثغوركم والاحتفال بتخرج فوج الأبطال، بعدما نجحت مع أساتذتها وعمدائها بالاندماج في الطرق التعليمية التي فرضتها الظروف ولاسيما صحية منها. يقول غاندي: يكمن المجد في محاولة الشخص الوصول إلى الهدف وليس عند الوصول إليه، ولكن ماذا إن تكللت المحاولة بالوصول لتصبح دفعة متخرجي العام 2019-2020 هي دفعة الأبطال الذين مشوا عامهم بين الألغام، منها الاقتصادية ومنها الصحية ومنها السياسية. هم أنتم الذين تسلحتم بالإيمان والرجاء والصبر والعزيمة، وخطوتم خطوة الأبطال سائرين إلى الأعالي، مدركين أن أمام كل ليل نهار ومع كل انسكاب شمس في كأس الغروب فجر جديد، ومع كل صرخة وجع من وطن مجروح غد أفضل. وها هو الغد أمامكم تخرجون إليه من بوابة الأنطونية اليوم، وهنا لن نقول إن الطريق سيكون مفروشاً بالورود، إلا أن طلاب الأنطونية بميزاتهم وقدراتهم يمتطون سهوة العلم والمعرفة ويتحدون الصعاب متوجهين نحو الهدف، ألا وهو النجاح، أينما وطأت أقدامكم في ربوع الوطن والعالم. النجاح طبعاً على غرار رئيس جامعتكم الذي لطالما كان العين الساهرة على الطلاب والأساتذة والموظفين معاً، ونجح بإيصال الجامعة الأنطونية إلى نادي أهم الجامعات. هو الأب الرئيس الذي يقف سداً منيعاً بوجه الرياح العاتية لتبقى الجامعة الأنطونية راية مشعة في حقل العلم. رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشيل جلخ، المنبر لكم. راعي الجامعة الأنطونية قدس الرئيس العام الأباتي مارون أبو جودة، نواب الرئيس، العمداء، أعضاء مجلس الجامعة، طالبات الأنطونية وطلابها الأعزاء، مشاهدية، نعم، ولأول مرة أتوجه في حفل تخرج إليكم، إلى مشاهدينا ومتابعينا عبر الشاشات كافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وكأنكم معنا وبيننا من أهل وطلاب وشبيبة وأساتذة ورهبان وأصدقاء. أيها الحفل الكريم، إنها لسنة أقل ما يقال فيها إنها استثنائية،
كل ما فيها جديد، كل ما فيها مرمي في مهب المجهول واللا يقين، وفي الوقت عينه كل شيء ممكن. لعلكم في مواقف ومحطات كثيرة من سنة تحصيلكم الجامعي الأخيرة تساءلتم عن مآل كل هذه المتغيرات، عن مغزاها وأثرها في حياتكم. لعلكم في مواقف ومحطات كثيرة أحبطتم أو سئمتم وكنتم تستسلمون، لكن طالما أنتم هنا فهذا يعني أنكم عبرتم البحر الهائج وأصررتم على تحقيق أهدافكم وتتويج مسيرتكم الأكاديمية رغم كل الظروف. لذا لا أحدثكم بوصفكم ضحايا ما نمر به من أزمات سياسية واقتصادية وصحية وأمنية، بل بوصفكم أبطال هذه المرحلة الاستثنائية التي سيتذكرها اللبنانيون والناس أجمعون على أنها فاتحة مرحلة تاريخية جديدة. أنتم الذين تأتون من الضيق الشديد، الضيق نفسه هو قوتكم، لقد حاربتموه وانتصرتم، لذا لن تكون الأزمات بعد الآن سوى عنوان القوة التي اكتسبتموها. فإذا كانت مهارات القرن 21 تفترض القدرة على التأقلم والتفكير خارج الأطر التقليدية والابتكار وحل المشاكل، فإن ما خبرتموه وطوعتموه تكفل في إكسابكم هذه القدرات. أنتم فوج عاش دورة تدريبية مكثفة على تحديات القرن 21، فقد تعلمتم بالتجربة باللحم الحي ما يعنيه شعار التفكير خارج العلبة، لا بل كيف نعيش داخل العلبة، داخل البيوت، ويبقى العالم كله ملعبنا وأفق أحلامنا. كيف نبقي عوالمنا الذهنية مفتوحة ولو حجر علينا الوباء أو أقفلت دوننا الطرقات؟ كيف نتباعد جسديا ونتعاضد اجتماعيا؟ والأهم من ذلك أنكم تعلمتم أن في الحياة ما هو جوهري يستأهل أن نضحي بالرفاه والراحة والوقت والمال من أجله. ها أنتم تخرجون إلى العالم الأكبر في خضم تحولات كبرى، يحاول كل فلاسفة العالم ومفكريه وعلمائه توقع ما سيؤول إليه. هذا العالم الذي يتلمس طريقه في عتمة الممكنات إنما يحتاج لعزمكم، لإرادتكم ولفكركم كي يجد الإجابات الخلاقة والخلاصية على التحديات البيئية والديموغرافية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية التي تحيط بمستقبله. هذا العالم المرتبك الخائف ليس مشكلتكم، هو مهمتكم، والأجيال التي سبقتكم والتي أخذت الخيارات التي أفضت إلى مشكلاتنا الحالية عيونها على ما ستقومون به أنتم. فعلى صعود كثيرة أنتم تدفعون أثمان خيارات لم تأخذوها، لا استقرار السياسة عندنا وانهيار الاقتصاد وعتامة المستقبل، كلها أثمان مترتبة على ما فعله سابقوكم. لكنكم أملنا بتغيير الذهنيات وتغيير الخيارات وبناء لبنان أفضل من أجل الذين ستخرجونهم على أيديكم. إن النار تمتحن المعدن الثمين فيخرج منها أكثر بريقاً طاهراً من الشوائب. لذا تذكروا أن الصعوبة كنزكم، احملوها ولا تفرطوا بها، لا تتخلوا عنها مقابل راحة مزيفة أو استسلام أناني. هي كنزكم إن عرفتم أن تتذكروا في كل خيار ما علمتناه هذه الصعوبة،
أن تتذكروا كم هو هش الإنسان، كم هي ثمينة صحته، كم أننا مترابطون بحيث لا خلاص لأغنياء العالم من دون فقرائه، ولا لعالمه الأول دون عوالمه النامية. أن تتذكروا ما حييتم كم هو مكلف قصر النظر في السياسة، والجشع الأعمى في الاقتصاد، والتنميط والتسطيح في الثقافة، والأنانية في التصرف، والتذاكي في الربح السريع، والالتفاف على النظام، والتحايل على القانون، وانتهاك القيم. الأزمة كنزكم إن حملتم ذكراها ودروسها زاداً أخلاقياً ومعرفياً يقيكم تكرار أخطاء جيلنا. نخجل منكم نحن عليها ونعتذر، لكن أملي في أن يرافقكم هذا الزاد في حياتكم. والويل إن أتى يوم واعتذرتم أنتم بدوركم أمام أولادكم. أحبائي، كنا نقول في مناسبات كهذه أنتم اليوم تغادرون مقاعد الدراسة إلى عالم العمل، أما الآن فإن مقاعد الدراسة أصبحت في منازلكم، والجامعة نفسها صارت ممتدة من حرمها إلى العالم مروراً بشاشاتكم. ولكن حتى مقاعد التعلم عن بعد لم يعد من الجائز القول للمتخرجين إنهم على وشك مغادرتها، لأن أملنا أن يبقوا على مقاعد الدراسة عمراً طويلاً ومباركاً. أجل، لقد أصبح التعلم مدى الحياة شرط الاستمرار الفعلي على قيد الحياة، لكنكم مع الدراسة والتعلم المستمرين ستعملون أيضاً وستنجحون، وستتركون بصماتكم على العالم، عالم سيكون لا شك أفضل. فلا تخافوا بل افرحوا، اليوم هو يوم للفرح بما أنجزتموه، للفرح بما تغلبتم عليه، للفرح بتتويج جهودكم وجهود أهلكم، وهو لنا مناسبة لنقول لكم كم نحن فخورون بكم، بمثابرتكم، بإيمانكم، وكم ثقتنا كبيرة بأنكم ستسهمون في تقدم العلوم والتكنولوجيا والفنون والتعاضد الإنساني، وستسلمون الأمانة التي تسلمتموها من جيلنا وقد أثمرت أضعافاً من المعرفة والخير والجمال. خسرتكم الجامعة طلاباً وربحتكم أصدقاء، فمبارك تخرجكم، وهنيئاً لأهلكم ولمجتمعكم بكم. عشتم، عاشت الجامعة الأنطونية، عاش لبنان. الأولى في دفعة العام 2018 هي الأولى في دفعة العام 2020. الطالبة نورة حنة، يمنحها الأب الرئيس درعاً تقديرية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن في العام 2018 حازت نورة حنة على منحة دراسية لمتابعة برنامج ماستر في إدارة الأعمال. كلمة المتخرجين تلقيها الطالبة نورة حنة. أعزائي، نحتفل اليوم بتخريج دفعة استثنائية، دفعة الصبورين المثابرين، دفعة العام 2020. نحتفل ونحن في غمرة انشغال الوطن بصراع البقاء والصمود أمام انهياره الاقتصادي والسياسي والصحي، وأمام استنزاف طاقاته، وأمام القضاء على أعظم ثرواته المتبقية، أبنائه الذين يختارون الانسلاخ عنه، إذ إنهم يرون أن الغد شاق متعثر وصعب المنال في بلدهم الحبيب. زملائي الخريجين،
في ظل خيبة الأمل من الاتكال على المسؤولين اللبنانيين في اتخاذ القرارات الملائمة والحكيمة لبلدنا، لا يسعنا إلا أن نتشبث بالأمل بالله وبأنفسنا، فلا بد أن تدور عجلة الأحلام وتتحول إلى حقيقة ويحصل التغيير، وما ذلك على الله وعلينا بمستحيل. فلقد اعتبر الأب جوزيف لوي لوبغي أن رمي الجهد الذي يستطيع المرء تحقيقه بذاته على الآخرين هو تصرف عانى المجتمع اللبناني بأجمعه من تداعياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مر السنين. فليحدث إذن كل منا ثورة عقلية وفكرية وأخلاقية وسلوكية تجتمع لتأتي بشباب يعمل للوحدة والتماسك وللصالح العام والارتقاء البشري والاقتصادي في ظل وطن يئن من انقسامات مزمنة ومن مسؤولين أضاعوا أدنى القيم واستخفوا بقيمة الحياة والكرامة والرزق والمثابرة في سبيل لقمة العيش. فلنصنع شباباً يتدرع بالمعرفة والثقافة ويستمد عزيمته من الإيمان بالله وبالعلم، إذ إنه سلاحنا للمضي نحو المستقبل. أما يحارب الجهل بالعلم؟ أما تدار الأزمات وتحل بالعلم؟ أما ترتقي الأمم وتنهض وتكون حضارتها وتتطور بارتكازها على العلم؟ وفي ظل وباء يتفشى في العالم ويفتك لا بأرواح مئات الآلاف وحسب بل بجميع جوانب الحياة، أما بقيت الجهود العلمية التي تبذل في سبيل إيجاد اللقاح نور الذي يضيء في حين عجز كل من المال والقوة والسلطة عن إبعاد ظلام الوباء الذي غطى جميع الشعوب؟ فلنستغل وجود صروح علمية عريقة توفر لنا المهارات الأساسية اللازمة وتسعى لزيادة ثقتنا بأنفسنا واحترامنا لذاتنا، حاضنة أحلامنا وطموحاتنا تماماً مثل هذا الصرح العلمي المتميز الذي نقف بين أحضانه اليوم. فإن الجامعة الأنطونية لم ولن تبخل بتقديم الخدمات التي من شأنها أن تساهم في تذليل صعوبات المراحل، لم ولن تتخلى عن أبنائها، ولم ولن تفرط بطاقات ثروتها البشرية لا سيما المتفوقين فيها. فبعد أن احتضنتني كطالبة متدرجة على مقاعد الدراسة، كرمتني كمتفوقة وأولى على دفعة العام 2018 من خلال منحة خولتني متابعة الماستر، ولم تكتفي بذلك لبل شاءت أن تضمني إلى أسرتها الإدارية بصفة موظفة في قسم المالية والمحاسبة لتكون بذلك دعمت انطلاقتي أي الشقة الأصعب في حياتي المهنية، إذ إن الصعوبات تكمن دائما في المراحل الأولى. وها أنا ذا اليوم أنهي الماستر وأقف أمامكم كأولى على دفعة العام 2020، وها هي جامعتي تمنحني فرصة جديدة، فرصة مشاركة تجربة لن تسمح لا الأوقات ولا اللقاءات ولا الانشغالات بمحوها من ذاكرتي لما لها من أهمية كبيرة في تغيير نظرتي للحياة. فرصة أعتبرها الأثمن، إذ إني أشارككم زملاء الخريجين تجربة آمل أن تحفزكم وأن تشجعكم على عدم اتخاذ القناعة بالواقع حجة من شأنها أن تجمد طموحاتكم وتفقد الحياة طعماً ولوناً يتمثلان بالقليل من كل شيء. أشارككم تجربة آمل أن تفيدكم، إذ إننا ننمو وننضج بتبادل الأفكار والتواصل والاطلاع على تجارب الآخرين
علنا نستخلص منها عبرة، ولو كانت متواضعة فإن وقعها سيرافقنا على الدروب. أشارككم تجربة لأؤكد أن جهدكم وجهد أهاليكم في أياد أمينة وتحت أجنحة صرح ستتخذ من هذا الجهد مصدر قوتها لتطير وتجعل اسمه يعلو في سماء الإبداع. زملائي الخريجين، هكذا هي الحياة، محطات تطوي محطات ونهايات تولد بدايات، وما هذا الجزء الذي نحتفل اليوم بإنهائه سوى جسر للعبور إلى المستقبل واقتحامه. فلنحلق، ولكن أينما أصبحنا فلنتذكر فضل كل من شاركنا ذكريات السنين، فلنعكس بأدائنا أبهى صورة للعالم عن لبناننا الذي شوهوه، وبصفتنا سفراء الجامعة الأنطونية يو أمباسادرز كما اعتبرتنا فلنظهرها بأبهى الحلل، ولنكن على قدر المسؤولية والثقة التي كلفتنا بهما ليتجسد اللقب بفعل يمنحه القيمة وأجمل المعاني. فلنحرص على صلابة علاقتنا بجامعتنا التي لا تنتهي بالتخريج، بل تستمر وتشتد مع كل إنجاز يصيغ شكراً لجامعة لعبت دوراً رئيساً في تحقيقه. فلنسعد بحصاد تعبنا وجدنا أساتذة ما بخلوا يوماً بعلم ودعم، وأهلاً أنهكوا أنفسهم بالتضحية والحرمان لتوفير حاجات أبنائهم. علنا بذلك نرد جزءاً من عطاء يتضاءل أمام عظمته القلم وكل كلمات الشكر. رفقاتي اللي عم يتخرجوا اليوم من وراء الشاشة، أو Legends of 2020 مثل ما وصفونا، جماعتي من رئيس ونواب رئيس وعمدة ومدراء وأساتذة وإداريين، إنه نتعلم ونتخرج ونشتغل ونستمر بسنة 2020 بيستاهل سقف من القلب. L'altro mondo o tempo lungo ci sta l'eternità, e m'ha pigliato a tempo nato di me chi nada va. Grande come te, e so di diamo all'improvviso s'arrigumanda a me. Santa Maria a to somiglia o no mi lascia più. E mi contento e mi rammento come zellera tu. Ti mando un fiore, uso colore, uscirei tu e indubrado che lo vaggio più. Se fossi io fra i più belli ugullerebbe a te, ma sto qui in cielo e i tuoi capelli sono lontano da me.
mai da liscio, good Gesù Cristo, chissà quale tu sia. E mi contento, e mi ramento, e mi non posso dire. Un pigliadolo da fiolo volando io li sta bene e ciò che voglio mio custodio asa prima che a me mille senza calamità all'altro mondo canto un colombo e paura una perché ci adore c'è un signore. لأن هدف الجامعة الأنطونية دعم طلابها الدائم، فقد واظبت لسنين على تقديم جوائز أكاديمية للطلاب الحائزين على المعدلات الأعلى. الجائزة الأولى هي عبارة عن منحة دراسية تقدم إلى الحائز على أعلى معدل دراسي، وتخوله متابعة برنامج ماستر في إدارة الأعمال MBA، والحائز هذه السنة على أعلى معدل دراسي في المرحلة الجامعية الأولى هي طالبة تيا بوصالح من كلية إدارة الأعمال. تتسلم الجائزة من الأب الرئيس ميشيل جلخ. بدنا نهني تيا لأنه البروجرام ثلاث سنين خلصته بسنتين ونص، يعني مش بس طالع الأولى خلصته بسنتين ونص. تهانينا تيا، بس أكيد ما فيك تخلصي هلأ البروجرام الـ MBA بسنة. أكيد لا أنا بلشتي أوريدي. تهانينا يعني برافو عليك. تهانينا، يلا موفقة. أما الجائزة الثانية فهي جائزة عايدة وريمون نجار التي تقدمها سنوياً مؤسسة عايدة وريمون نجار للطالب المتفوق في كلية الهندسة في الجامعة الأنطونية، وهي عبارة عن مبلغ بقيمة 15,000 دولار أمريكي يخول الحائز عليه متابعة دراسته وتخصصه في هذا الحقل. والحائز هذه السنة على أعلى معدل في كلية الهندسة هو الطالب شفيق أبو عكر الذي يكمل حالياً مسيرته سفيراً للجامعة الأنطونية في ألمانيا. ندعو الأستاذ كريم نجار والأب جلخ إلى المنصة لتسليم الجائزة إلى ممثل شفيق أبو عكر وهو أحد أفراد عائلته. من ثم تشاهدون فيديو تلقي شفيق لهذا الخبر من الأب جلخ. شفيق أول شيء الله معك، مبسوط مبسوط إنه شوفك وتعرف عليك. فاينلي كمان الشرف لي يا أبونا. خلي لي أنا والله كنت نعم أنا كنت حابب شوفك هون يعني بلبنان وعندنا بالجامعة خاصة. والله
شوي كورونا وشوي مسافرين، فبركي على نويل الله راد اذا مش الحال ونزلنا نتعرف عليك شخصيا ونعمل هيك ميتنج صغير. كثير منيح كثير منيح عظيم، ان شاء الله تكون انت منتبه كمان من الكورونا هونيك بالمانيا. هلا ايه في شوية ريستريكشنز قاسيين علينا، كمامات و سوشيال ديستانسينج بترون هوت، فلازم في رأيي لازم. ايه صحيح صحيح. منيح، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق فعلاً. ميرسي. وشفيق أنت يمكن بتعرف، أنت كنت أصلاً طالب مميز عندنا بالجامعة يعني على فترة 5 سنين، وهلأ توجت هالتميز هيدا يعني بنجاحك وتفوقك، يعني حقيقة تهنينا، ما فيني إلا ما أفتخر فيك، وما في إلا الجامعة الأنطونية كمان تفتخر فيك فعلاً. يعني كنت بدي لك يا أبونا هو الفضل كله للجامعة، يعني ما في ما فيش إيد واحدة بتزقي، عم طول تكون في إيدين مرات أكثر في هذه الحالة. فخمس سنين كنا عن جد أول ما فتنا أول مرة جامعة شو 5 سنين عمر، كنا عمري 17 سنة. أوكي بعد 5 سنين شو ناطرني، نعلمنا نعرضهم دعم كتير كبير، بلشوا يقطعوا سمستر ولا سمستر سمستر ولا سمستر، فجأة خلصت، فجأة أوكي فتحنا opportunities. الجامعة عطتنا باجاج كتير تقيل على ظهرنا وحمل كتير تقيل لازم نعرف نستثمره مظبوط، وعطتنا مش باسبور واحد، عطتنا كذا فيزا على نفس الباسبور. فضل للجامعة أكيد لأنه عرفت توجهنا مظبوط. واحد بيفوت بعده من المدرسة مش عارفين وين بده يروح، بده أي اختصاص، بده ينقي أي ميجر، بده ينقي شو بده يشتغل بالحياة. فالجامعة أكيد لها فضل كتير كبير، أكيد عم بارلل العائلة. ف يعني هي مثل امنا الثانية، عم تلعبتنا الثانية الجامعة الروسية. ميرسي 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 شفيق لك، انا هيدا شغلة بتفرحنا كثير، وحقيقة هلا عندي اليوم بعد الظهر اجتماع مع كل المسؤولين بقلب الجامعة، عندنا الكونسيل باليونيفرسيتي اللي هي أعلى انستانس بالجامعة، رح وصلهم كلامك ورح أقول لهم يعني وصلهم شكرك وهنيهم لأنه عم بسمع هيك شغلات من الطلاب. حقيقة فعلا ميرسي بالله. هذا أنا شو عم أحكيك كيف بكل صراحة وكل صداقة. يمكن بعد ربع شهر أبونا هاي حتفرحك أكثر. عند رحنا برا بألمانيا سلطان هلا، إحنا كتير كتار الجامعة الأنطونية. فالخبرية إنه في عنا بريفيلاج كتير قوي ككومبيتانس كتكنيك، وعدا عن هودي في عنا شغلة كتير قوي بيناتنا إنه نحن عن جد عائلة وحدة. يعني كيف نحن كنا بالجامعة وحدة رفقة، نتغدى مع بعض، نمشي مع بعض، ندرس مع بعض، هيدا الشيء هون بألمانيا ما تغير. يعني كل يوم بعد الشغل نروح نجتمع مع بعض، كل مشاريعنا مع بعض، بنساعد بعض، إذا عندنا مشاكل بنسمع لبعض، ما تفرقنا، يعني بعدنا جامعة أنطونية وحدة، ما تركيز أنطونية. ايه انا يعني المبسوط فيه انه هذا الاسبري، يعني هذا هو احنا يعني بهمنا ننقل الاسبري مش بس ننقل العلم كمان، وهذا الاسبري اذا انتم حفظتوا عليه نحن بنكون فخورين فيكم فعلا. ميرسي. اكيد اكيد. طيب شفيق انا ما راح اطول عليك كثير، انا بدي اقول لك انه انت يعني ربحت عنا يعني الجائزه الوحيده بقدمها كل سنه، يعني مؤسسه عايده وريمون نجار بيقدموا دائما للاول المتميزين بالهندسه عندنا، بيقدموا لهم يعني تشيك ب $15,000. بقى انا كنت حب اكيد حد اقدم لك اياه هون بلبنان، انما ما علي، هذا صرنا هذا عالم ما بعد كوفيد 19 انه عالم كمان فيرتشوال، بس اكيد بنضل قراب بالقلب، بنضل قراب بالروح اللي بتجمعنا. وانا بدي يعني بعرف انه اليوم رح يجوا يستلموا عنك، بس حبيت احكي معك مباشره وهنيك مباشره واقول لك الله يوفقك. وحقيقة انا بدي استفيد من هاللقاء انا وياك، اول شيء لحتى انترك ان شاء الله بنوال بنقدر نلتقى، بتمنى اشوفك حقيقه واتعرف عليك مباشره دغري. وعندي يعني امنيه انه ما تنسى اهلك بدايه فعلا، لانه هن تعبوا عليك وهن اكيد اليوم يعني بيكونوا معنا وبيكونوا مفتخرين فيك كمان مثل ما نحن كمان مفتخرين فيك. ومبسوط انه سمعت انه كمان طلاب الجامعه الانطونيه موجودين مع بعضهم، بيساعدوا بعضهم، بيتعاضدوا مع بعضهم. كمان بتمنى عليك انت تكون سفيرنا برا، وانت تكون تحكي باسمنا، وما تنسى الجامعه الانطونيه، لانه بالنهايه نحن يعني بنشتغل لحتى طلابنا يتخرجوا، بس كمان طلابنا وقتها بيتخرجوا بينتقلوا على العالم، يعني بيكون هذا هدفنا. نتمنى عليهم كمان يحموا هيدي الجامعه، يحكوا باسمنا ويعني وينقلوها على غير عالم، وانا بعتقد من خلالك نحن هيك رح نكون. اكيد اكيد اكون يعني في علينا مثل دين صغير نحن للجامعه الانطونيه، لانه نعسس هاي الكوميونتي الموجوده برا. اكيد نحن حنطلع لبرا وحنساعد بعضنا اكثر واكثر،
صح وصلنا كمان كتير، بس بعنا شغلة إنه at some point ما رح نرجع نحن على لبنان، هنرجع لأهلنا، هنرجع للجامعة، ويعني هلا نحن برا عم نستثمر كل هالوزنات اللي اعطيتونا إياها عم نطورها أكتر وأكتر، بس بدنا نرجع نردهم بالنهاية. روعة. ما حنخلي شيء لبرا. روعة ميرسي، ليك يعني سبقتني بالأمنية الثالثة، أنا كان عندي أمنية ثالثة كمان إنه ما تنسى عائلتك، ما تنسى الجامعة وما تنسى لبنان، لأنه حقيقة نحن كمان بلبنان بحاجة لأشخاص مثلك وأمثالك فعلاً، لأنه يعني بهمنا هود الأشخاص بنعتبر عليهم لحتى مستقبلنا، يعني لحتى هالمجتمع يضل فيه أشخاص يقدروا يفكروا، يقدروا يكونوا بارعين، يقدروا يكونوا يعني مبتكرين كمان. 100% أكيد هذا مثل أور أون هايلايت. الديوتي الأساسية اللي بدنا نعملها وعم نشتغل كلنا عليها وخصوصاً كمان أنا. روعة. هيك علمونا بالجامعة وهيك أنا عونا مش علمونا. روعة. ميرسي شفيق، أنا ما بدي أخذ وقتك أكثر من هيك، بس بقول لك ميرسي كثير، الله يوفقك، إن شاء الله بنلتقى قريباً وبنفرح فيك وبننبسط فيك كمان هون. أكيد أكيد. طيب يلا. سلم لي أبونا، سلم لي على الكل، وبدي أتشكر الكل كل كل من عائلتي للجامعة لرفقاتي لكل شيء. خلي ليك سلمنا كثير على طلابنا كمان عندك هونيك، بس التقى انت وياهم قول لهم كاركتر بيسلم عليكم جميعا. عم اللورد عنا ديلي ميتنج تبعنا، فحضرت لي وصل لهم اياها فريش خبريه. جريت جريت، وانا بوصل كمان لدوياه كمان الهندسه وكل المسؤولين عندي كمان اليوم فريش، اليوم بعد الظهر بسلم عليهم. طيب يلا ميرسي. بونجورني ابونا. ميرسي ميرسي، الله معك الله معك.
نبدأ الآن بتخريج طلاب الجامعة الأنطونية دفعة العام 2019-2020. يتلو أسماء المتخرجين المدير الإداري لفرع الجامعة الأنطونية في النبي آيلة زحلي، والأستاذ في كلية إدارة الأعمال السيد طوني رعيدي. نتلو الآن أسماء الخريجين الأوائل في دفعتهم Class of 2020 Valedictorians. شفيق أبو عكر، بكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شهادة مهندس. تيا أبو صالح، إجازة في إدارة الأعمال، الشعب الفرنسية. إليسا أبو مراد، إجازة في إدارة الأعمال، الشعب الإنجليزية. برنار نوفل، ماستر في إدارة الأعمال، MBA. نورا حنا، ماستر في إدارة الأعمال، الشعب الفرنسية. كلوي زيدي، إجازة في الإعلان، الفن الزخرفي. سابين أشقر، إجازة في الإعلان، صحافة وإذاعة وتلفزيون. ناتالي عيسى، ماستر في الإعلام والتواصل. كورين شرفين، إجازة في التربية البدنية والرياضية، الشعب الفرنسية. هادي شيا، ماستر في العلوم التمريضية. سارة هلال، إجازة في تكنولوجيا مختبرات الأسنان. ريم كيروز، دبلوم دراسات معمقة في الموسيقى وعلم الموسيقى. خريجو كلية إدارة الأعمال الحائزون على إجازة في إدارة الأعمال: إليسا أبو مراد، valedictorian of her class. رنيم الأتات. هادي فقيه. ساندي فغالي. كارين حداد. روني الحداد. روني حلاوي. علي حمدون. علي حمود. عفة حرب. دارين حميد. ميشيل الأشقر. علي حسيني. مشاعل قائد باي. ديما كحلون. علي كرنيب. مايا قبيسي. علاء مقلد. مريم الموسوي. كارول النهري. رشا سلام. رفعت شمس الدين. سيلين عفيف. كريستال سويدي. سالي ترموس. عبد يحفوفي. نانسي يزبك. إيمان زين الدين. ماريلين زيتون ليان. جورجات أبيض. أديت عطلة. أحمد عودي. جويس براك. كارول أسعد. ساندرا غاوي. عنود حمية. ناتاشا إبراهيم. عدنان جعفر. مريم موسوي. حسين نجار. ماري جو سعادي.
ليا فرنجية، جويا كرم، نيكول مارديني، علي أيوب، جاك صليبة، جوي أيوب، كريستينا بركات، سالين بجاني، تيا أبو صالح valedictorian of her class، خريجو كلية إدارة الأعمال الحائزون على ماستر في إدارة الأعمال، عبد الرحمن علي، بتول بعلبكي، مصطفى حيدر، نورا حنا valedictorian of her class، ساندرا حسونة، زينة حتوم، سارة كعيكيتي، رجاء كنعان، نهاد مراد، إلي نجم، برنار نوفل valedictorian of his class، لينا رعوب، فاطمة رضا، إليز سعادة، غنوة صبرة، باتريسيا صوايا، يوسف سمعان، كريستينا أبو حيدر، سارة دمرجيان، رومي غانم، سارة حسيني، ليلى الخطيب، لارا شيا، كارين حوا، لونا مارون، خريجو كلية الهندسة قسم المعلوماتية والاتصالات الحائزون على بكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات شهادة مهندس، كاريل أعرج، عادل الأبيض، سامي أبي مراد، جورج أبي رجيلي، نبيل أبو حلقة، منصر علاء الدين، فرحات أنطون، نور بشارة، جون بطرس، شربل شكيبان، محمد الفار، توني الهاشم، أوليفر حداد، آية حلباوي، سامر حمصي، حسن العيتاوي، محمد جمول، كريم خنسة، حليم لحود، ميشيل ليشع الخوري، إدوار منصور، مارك حليم متى، ريتا نعمي، جوزيف نجيم، محمد خير عويدات، حسين ريحاوي، جابرييل صقر، لارا ساسين، علي سليم، إبراهيم توتايو، شانتال يونس، هادي زيون، شفيق أبو عكر valedictorian of his class، جاد عيد، سينثيا ساركيسيان، لاميتا أيوب،
كاثرينا شيخة دويهي، ريتا صاروفيم، ميشيل طيون، خريجو كلية الإعلام والتواصل الحائزون على إجازة في الإعلان تراكيز فن زخرفي سمعي وبصري وإذاعة وتلفزيون. سابين أشقر valedictorian of her class. روي عساف، غنوة عطية، زينة بالجاني، ميرا حوراني، باميلا لحويك، يارا الخوري، رومي سلامي، ميليسا صليبة، ديما يعقوب، نغم يحيى، كلوي زيدي valedictorian of her class. خريجتا كلية الإعلام والتواصل الحائزتان على ماستر في الإعلام والتواصل. تريسي حرب، ناتالي عيسى valedictorian of her class. خريجو كلية الصحة العامة قسم العلوم التمريضية الحائزون على إجازة في العلوم التمريضية. ديانا عبد الخالق، ريم كنج. Je m'engage solennellement devant Dieu et avec cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait éventuellement connaître. Je le jure. خريجو كلية الصحة العامة قسم العلوم التمريضية الحائزون على ماستر في العلوم التمريضية. هادي شيا valedictorian of his class. ليا الحج سليمان، كارول خوري، باسكال الخوري، جيسيكا الراسي. خريجو كلية الصحة العامة قسم العلاج الفيزيائي الحائزون على بكالوريوس في العلاج الفيزيائي. ساريا عجور، إيهاب بركات، ستيفاني بوزيد، يارا عيد، مايا إليا، باميلا إسبر، رياض فخر الدين، حسن فواز، إدغار جيرمانوس، جون ماري حجل، سارة عماد، نور الزهراء الجوهري، جوزيان لطوف، إبراهيم مناع، هادي نمورة، الياس نصر الله، هادي سعد، سليم صولي، إلي يونس، جنى زين، نيفين عودي، زبيدة حج سليمان، ريم جمعة، سارة صلوخ، تاتيانا أبي خطار، ستيفاني بوداهر، أورور جيتاني، باميلا منصور.
I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those therapists in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures that are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I treat with care in matters of life and death. If it is given to me to save a life, all thanks, but it may also be within my power to take a life. This responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that I remain a member of society and I have obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body, as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with the affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest of my calling, and may I long experience the joy of healing those who seek my help. I swear. خريجو كلية الصحة العامة قسم تكنولوجيا مختبرات الأسنان الحائزون على إجازة في تكنولوجيا مختبرات الأسنان هيام أخرس سيبال ديب رنا حشوم كارينا حداد نيفين حلاوي روزانا حمزة سارة هلال valedictorian of her class غدير اسماعيل ريم الشوع خريجو كلية العلوم الرياضية الحائزون على إجازة في التربية البدنية والرياضية شربل أبي غانم يورجو أبي خليل طارق أبو عيسى ملاك الماز سارة عون بيلار ماريا باستا دجيان إلي شعيا كورين شرفين valedictorian of her class نور فياض نادر فنيش توفيق غلاييني إلي هبر عامر الحج شحادي سارة حمود نوال الحنجول أندريا إبراهيم كريم جابر ماريا جدم الياس خوري نور خوري ألكسندر مدني ماهر مارون سيرجيو مسعد يارا مطر راي الناشف سامر نادر شربل نمر إليان نيكولا حسن باسكال البستاني ساندرا الراعي حسين يحيى جون صير زعيتر ماريا أبيض تريزا الباش وديع بغدادي سمر المزرعاني خريجا كلية العلوم الرياضية الحائزان على ماستر في التربية البدنية والرياضية تمارا مهنا الياس يونس
خريجة كلية الموسيقى وعلم الموسيقى، الحائزة على دبلوم دراسات معمقة في الموسيقى وعلم الموسيقى. ريم كيروز فاليديكتوريان أفر كلاس. بفتخر أنا تخرجت من الجامعة الأنطونية بعودة، كانت مرحلة إكسبيريونس كتير حلوة. I did it. شكرا للشامعة ولكل الأساتذة، ورح نشتاقكم كلكم. Love you. Finally تشكر أهلي الأساتذة حميتي رفقاتي أهلي الأساتذة. Thank you so much teachers for the amazing 3 years that I've been here. It was amazing. I can't imagine anything better than this university. بالرغم من الأوضاع الصعبة ما قدرنا نتخرج مثل ما نحن بدنا، بس يو قدرت تعيشنا هذا الإكسبيرينس. Thank you. It's a very long journey, but أكيد it's worth it. But let's see درس المسابقة. حقيناها. كان الأونلاين صعب، بس كانت الجامعة الأنطونية قدها ونحنا كمان قدها. مبروك للجامعة. أخيراً مع كل هالتعب I did it. سنة 2020 بالنسبة لكتار وللبنانية خصوصاً كانت أسوأ سنة بحياتهم، لكن على الصعيد الخاص كللت بتخرج. لكل مهندس حيفوت لعنا جديد على الجامعة، رح تكون أحلى 5 سنين بحياتك. Good luck. Good luck. Congratulations, class of 2020, or may I say, legends of 2020. You will go down in history as the most resilient group of students. God bless you.